حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدانة، حام السيد وحياكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. في تظاهرات الجمعة المضت حقيقة هي الجمعة السابعة، أنا متفاجئ من يعني كمية كبيرة من ردود بعض العراقيين حقيقة، كمية مو بالقليلة، هذه تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك في تويتر وأيضا نسمع حديثها في الشارع أن عدد المتظاهرين أصبح يقل تدريجيا، وبعض المتظاهرين بدأوا يملون من التظاهر والاحتجاج للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد وإلزام حكومة السيد العبادي باستمرار الإصلاحات. وأيضا الحديث هذا شمل نخبة كبيرة من المتواجدين على مواقع التواصل الفيسبوك، يعني صحفيين وكتاب أيضا كتبوا وأشاروا إلى أن بعض المتظاهرين حقيقة أصابهم الملل يبدو. بالنهاية يبدو أن إحنا أمام مشكلة حقيقية. شباب الصوت عالاً يهمي، أوكي جيد. والمشكلة يبدو أن معيار التظاهر أصبح معيار عددي، أنه منو نعم طيب أوكي. يبدو أن المشكلة مثل ما تحدثنا قبل قليل مشاهدينا ومستمعينا أنه بعض المواطنين ضرورة أن المشاركة العددية هي اللي تجلب الأنظار وتلفت الحكومة إلى تطبيق حزم الإصلاحات. أنتم كلكم مشاهدون في دول متقدمة بالحريات والديمقراطية بتطبيق معايير احترام الإنسان وحرية فكرة وعقيدته ورأيه، مواطن واحد يشعل الرأي العام، يعني مواطن يحمل لافته ويتظاهر في الشارع في التقاطع وتلقى معتصم مثلا محتج أو يضرب عن الطعام في منزله، تلقى الرأي العام يتغير هناك في تلك البلدان، والحديث تصاعد والانتقادات يعني تزداد للحكومة. نتيجة شنو؟ نتيجة عدم تلبيتها مطلب مواطن من المواطنين. إلا إحنا في العراق حقيقي يعني ما أعرف ليش دائما الأغلبية مع الأسف الشديد من المجتمع العراقي تذهب إلى يعني تكريس ثقافة العدد والكمية، ونرفض أن للمواطن له حرية الرأي وحرية التعبير، وأن المواطن هو الحق الأساسي والأسمى في التظاهر والاعتراض والمراقبة، وما ننتظر من المواطن فقط فرصة بأنه مثلا إيش وقت يصير عدد 2-3 ذاك نقول له ها إيش قلنا لك؟ التظاهرات قليلة، التظاهرات عددها بدأ يتراجع، وبالنهاية المواطن بدأ يمل من التظاهر السلمي، وحقيقة يعني بالنهاية صوتك بدأ ما مسموع. أقول يعني إلى أي متى أو إلى أي مدى نبقى نستمر يعني بتسخيف واقعنا مع الأسف الشديد؟ يعني أعتذر لهذه العبارة، يعني أعتقد للمواطن هو حق في التظاهر، وللمواطن حرية الاعتراض على كل شيء، وبالنهاية هذه حياته كمواطن، وهو اللي يعيش المأساة. احنا من ندعو المواطن إلى الاحتجاج ما ندعو المواطن أن يكون عدده 1,000 أو 2,000 أو 1,000,000 أو 2,000,000، احنا ندعو المواطن إلى أن يطبق حقه في الحياة، الحق الدستوري والحق القانوني والحق الإنساني. ثم بعض الفضائيات ووسائل الإعلام تذهب إلى صياغة سيجي أو عاجل وتكتب بالعواجل التظاهرات بدأت تقل وبعض المتظاهرين بدأوا يحملون لافتات ومطالب مشبوهة. شنو اللافتات والمطالب المشبوهة؟ مثل إيش مثلا؟ توفير الخدمات الأساسية هو مطلب مشبوه مثلا؟ مكافحة الفساد المالي والإداري هو مطلب مشبوه؟ مطالبة الحكومة بالالتزام بالإصلاحات المعلنة من يمها هو يعني مطلب مشبوه مثلا مسنود من دولة جارة؟ يعني عجيب إلى أي حد وصلنا من يعني ما أعرف من النفاق الإعلامي. هذه وسائل إعلام، وسائل صحافة مملوكة لجهات معروفة، وهذه الجهات تدعي أن لها تاريخ نضالي كبير، وتدعي هذه الجهات أن لها يعني عمر طويل في الدفاع عن مصالح العراقيين، ولافتاتها الانتخابية من تصل مرحلة الانتخابات ترفع شعار المواطن أولا والمواطن صاحب الحق الأساسي في العيش الكريم.
تالي ما تالي المحطات مادة الفضائية تتهم بعض المواطنين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الأساسية، مطالبين بتوفير الكهرباء، مطالبين بتوفير الماء، مطالبين بمكافحة الفساد، بمحاسبة الفاسدين. هذول أنعتهم بأنهم مدعومين من دولة جارة مثلا؟ لا، اتهمهم أنهم مدعومين من سفارة من السفارات الغربية في العراق. وكو مقارنة يعني حقيقة مفارقة غريبة عجيبة. بعض الأصوات اللي تناهض الوجود الأمريكي في العراق وتتهم بعض المتظاهرين بالحصول على تمويل من السفارة الأمريكية. ودائما كل خطأ يحصل في العراق نتيجة وجود يعني فاسد في الحكومة وشخص متسلط، دائما يقفزون على تشخيص الواقع وتشخيص هذا الفاسد ويقولون والله السفارة الأمريكية ما دام موجودة بالعراق فهي أساس البلاء. أدري ليش إذا أنت عندك مشكلة مع الأمريكان ليش تفتح سفارتهم بالعراق؟ ليش مخليهم تمثيل دبلوماسي؟ وليش تخلي نفسك تمثيل دبلوماسي أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ثم مو أنت نفسك اللي سمعنا تصريحاتك 24 ساعة على مدار الفضائيات ووسائل الإعلام تدعو السفارة الأمريكية والدولة دولة الدول الغربية والأمم المتحدة ومن ضمنها أبرزها طبعا البيت الأبيض تطالب بالإيفاء بالتزاماته والتعهد مثلا بتسليم العراق الأف 16، ليش تستورد منه السلاح؟ يعني هذه مفارقة عجيبة، نقول كلا كلا أمريكا ونروح نستورد منها السلاح، كلا كلا أمريكا ونروح ننسق معها ونطبع معها علاقات طويلة الأمد، والآن حتى المتظاهر ما سلم من الاتهامات. عجيب عمي، هذا مواطن مسكين، مواطن يتظاهر في بغداد، يتظاهر في البصرة، يتظاهر في الكويت، يتظاهر في ميسان. إذا تتدخل السياسة حقيقة في تقييم رغبات الناس راح نفسد السياسة ونفسد رغبة الناس أيضا. يعني ما أعرف، أكيد هو العدد ما يكون كبير للمواطن المتظاهر، وساحة التحرير اللي شاهدناها في الجمعة الماضية اللي قلتوا العدد قل، نعم هي هاي الأصوات النقية، احنا في مرحلة فرز حقيقية بالنهاية، هذه مرحلة الفرز. إذا احنا نريد نشاهد تظاهرات كبيرة وضخمة للغاية وعدد مهول، بالنهاية هو الأعداد اللي أنتوا اللي تمتلكوه، ذول الناس اللي تابعين لمزاجكم ولأهدافكم ولخطابكم، ذول المساكين المغلوب على أمهم اللي تقشمروا بالانتخابات بأنه أنتم الأصلح في قيادة العراق، أنه أنتم مو غيركم القادر على تحقيق الحياة الكريمة إله، هو هذا اللي تقدرون تسيطرون على مزاجه وتقدرون تطلعه. بس هو هذا المواطن اللي لا منتمي ولا متأثر وبالتالي هو مستقل ويبحث عن قوت يومه، يتظاهر بهذا العدد البسيط. العدد الأكبر إذا تردوا يجي، ابعدوا جماعاتكم المسلحة من الشارع، ابعدوا تأثيركم السياسي عن الحياة العامة وخطابكم دائما البوليسي والعسكري وتهددون المواطنين دائما يتهدد المواطن باستمرار من تصريحاتكم ونزاعاتكم باستمرار، تتصارعون مع جهة سياسية تربطون مصير المواطن بصراعاتكم وتتهمون المواطن بأنه جزء من هذا الصراع، وبالتالي المواطن يخاف، يقول خاف أروح ساحة التحرير، وهو يسمع قبل لا يذهب إلى ساحة التحرير تصريحات سياسية تتهم من يذهب إلى ساحة التحرير بأنه بعثي. أوف، يخاف المواطن شو يصير بي؟ أوه أنا أروح أصير بعثي؟ لا، أنا ابن الشهداء، أنا ابن العوائل المضحت في زمن صدام المستبد وناضل الضدة وقارعت، على أساس أصير بعثي؟ نعم، هو هذا الاتهام موجه لما موجه، موجود لما موجود حاليا. ونقارن دائما بالفترة السابقة، ذاك الوقت كان يسمي المعترضين بالغوغاء والتبعية لإيران، اليوم التهمة جاهزة للمتظاهر ومن يعترض على الأداء الحكومي السيء ووجود الفاسدين في الحكومة. دائما تخرج لنا أصوات سياسية من داخل المشهد السياسي العراقي مع الأسف الشديد تتهم بعض المتظاهرين والأغلبية من المتظاهرين بأنهم ممولين من جهات خارجية، ممولين من قطر، من سعودية، من أمريكا، وهو المواطن بالنهاية حقيقة مثل بلاع الموس. بالضبط هذا واقع، لا يبي حيل يروح يتظاهر ويطالب بحياته، الحياة الكريمة، حياة قائمة على أساس احترام المواطن ورغبة المواطن من قبل الحكومة ومن قبل البرلمان، ولا بي حقيقة يتحمل ويبقى يتفرج على هاي المأساة اللي يشاهدها، يجد الامتيازات الفاحشة للنواب وللمسؤولين
والترهل الوظيفي الكبير، كل وزير عنده 40 وكيل، وكل وكيل عنده مئات أو آلاف الموظفين، والحاشية اللي يمتلكها أيضا تستلم أموالها ورواتبها من مكتب هذا الوكيل. وهذا عراقنا بكل بساطة، عراق مقسم مصنف على رغبات السياسيين أنفسهم، مو رغبة سياسية، رغبات بعض السياسيين. هؤلاء السياسيين استحوذوا على كل شيء، استأثروا بالمال العام، وبالنهاية يخشون على مصالحهم. تقلقهم التظاهرات الكبيرة، يقلقهم مشهد المواطن أن يطالب بحقه، أي مواطن، لذلك يلجؤون إلى تسخيف أي مطلب من المطالب المرفوعة في بغداد وفي المحافظات. المواطن مثلا من رفع لافتة باسم الدين باقون الحرامية، قالوا هذا المواطن لا ديني، ومرة قالوا هذا المواطن كافر، ومرة قالوا هذا المواطن مدعوم من الدول الغربية لنفي التجربة الإسلامية والتجربة الدينية في المجتمع العراقي، ولتكريس ثقافة مثلا الغرب الكافر مثل ما سموها في المجتمع العراقي. عم المواطن استغنى عن هذا الشعار، لجأ إلى أن يرفع لافتة تطالب بالتزام القوى السياسية ومساعدة السيد العبادي بتحقيق الإصلاحات. أيضا مثلا من الموضوع، هم قالوا علي، قالوا ها لا يروح المواطن للتظاهرات، لأن التظاهرات مشبوهة. ليش مشبوهة؟ تقف وراها جهات خارجية، وهذا السيناريو يتكرر ونسمعه باستمرار من عام 2011 2012 2013 2014 2015. هذا السيناريو يتكرر من بعض الأطراف السياسية، نفس الأطراف السياسية اللي فشلت في المرات السابقة الآن جاي تجند وتهيج الشارع وتتهم وتحاول أن تحدد بعض المتظاهرين بخطاب مزيف، وتقول مثلا أنهم مدعومين من دولة محددة، ويعني تحرف مسار مطالبهم، تحاول أن تحرف مسار مطالبهم الحقيقية عن أهداف، فتتهم الشارع بأنه جزء من عملية سياسية. معقولة؟ يعني ماكو في العراق شيء يخلو من السياسة؟ هي هذه محاولتهم بالنهاية مستمعين ومشاهدين، هذه محاولتهم أن يسيسون كل شيء، حتى الرصيف راح يسيسوه. هذا المواطن باشر عقبة إذا يطالب برفع القمامة، النفايات، الزبالة من الشارع، راح يقولون هذا مطلب السياسي، هذا المواطن مدعوم من قطر على مود يشوه العراق، على مود يقول العراق بنفايات والعراق بأزبال، وهذا الحكم حكمنا، وهذا يتهم حكومتنا بأننا قاصرين وغير قادرين على رفع الزبالة، تكرمون مثلا. عجيب، يعني إلى هذا الحد وصلنا أن نتهم المواطن باستمرار بأنه مسيس؟ لعد خطابكم شو تقولون عليه؟ من عام 2003 إلى يومنا الحالي ما نسمع وعي، على الأقل يتساوى مع وعي المواطنين، ما نسمع لغة من اللغة السياسية اللي تظهر من خلال منابركم، من خلال وسائلكم الإعلامية، بأنها لغة عراقية خالصة. الثلاث أرباع اللي نسمعه من خطابكم هو خطاب تابع ومنتمي إلى دول مجاورة، وتقاتلون في العراق بالنيابة عن تلك الدول. هسه نحكيها بكل صراحة، العراق عبارة عن حلبة نزاع سياسية بالنيابة عن دولتين عظيمة في المنطقة، السعودية وإيران. خصم الحكي، الله وكيلكم، وانتهى الموضوع. هسه هذا واقعنا احنا ننفيه؟ يعني هذا العراق، العراق عبارة عن نزاع مسلح بين جنود إيران وبين جنود السعودية. من يمثل إيران ومن يمثل السعودية معروف في الشارع السياسي، معروف في الشارع العراقي، وموجود اللافتات، وموجود السلاح منتشر في العراق، وموجود المنطقة الخضراء صالحة طبعا للتصريحات ولإشعال الأزمات. وهذا المواطن ظال على هامش من عام 2003 إلى عام 2015، المواطن ما إلى ذكر، المواطن ما إلى نهج، المواطن ما إلى حقيقة حضور في الخطاب السياسي، ولا إلى حضور في النهج السياسي العراقي، ولا إلى حضور في البرامج الانتخابية، يحضر على الهامش باستمرار. عجيب، والله عجيب. عموما مستمعين ومشاهدين، طولنا عليكم، خلونا نذهب إلى تقرير أعدناه زميلنا ياسر الحطاب، وهو يتحدث طبعا عن رغبة أحد المواطنين، وهو مصطفى فاهم أعتقد، ومصطفى مصطفى ماهر، نعم مصطفى ماهر عفوا، مصطفى ماهر هذا أحد الشباب المعاقين جسديا، لكنه غير معاق عقليا، معاق جسديا هذا الشاب، لكنه حريص على أن يصل إلى ساحة التحرير بأي ثمن.
يوم يتشلب بسيارة الشرطة، يوم يلجأ إلى المواطن يدفعه بالعربانة، ويوم يستخدم الرجل الصناعية مالته، لكن بالنهاية هو وصل إلى ساحة التحرير. وفي الجمعة الماضية اللي سموها جمعة منتمية إلى أطراف سياسية، وبعض الأطراف سمتها جمعة مدعومة من قطر والسعودية ومدعومة من الثالوث المشؤوم أمريكا عدو إسرائيل وبريطانيا، لا هذا مصطفى ماهر وصل وعبر عن صوته ورفع لافتة تطالب بمكافحة الفساد وإلزام الحكومة بالإصلاحات. خلونا نتابع مصطفى الشجاع ونرجع. الإعاقة الجسدية لم تمنع هذا الشاب من فكرة المطالبة بالإصلاح. حدد ساحة التحرير هدفا له للتظاهر، ووصلها بعد عدة مراحل، مقدما طموحه في التغيير عوضا عن جسده في رسالة رفعها إلى الحكومة. الإعاقة سبب أنه منعتني أول جمعة أنه أمام وزارة التعليم جلست كون أركب دراجة معاقين. ثاني جمعة جلست بساحة الأندلس. ثالث جمعة وصلت يم النفق، والرابعة يم النفق، ووجدت حل وسط أنه أجر سيارة خاصة وأجل هنا أنا ألبس أطراف صناعية، ورجال الأمن ما قصروا، اليوم هم وصلوني بسيارتهم، نزلت هنا على منطقة قريبة وصلوني بسيارتهم الخاصة. ليس مصطفى فحسب من كان متواجدا للتظاهر، آخرون اختاروا تحمل عناء الطريق المؤدية إلى ساحة التظاهرات بدلا من مشقة الهجرة خارج البلاد لعل الإصلاح بقريب. يعني لو واحد يهاجر لو يطلع مظاهرات، فبما أنه ما نقدر نهاجر أو ما نريد نعوف بلدنا فلازم نروح للمظاهرات. يعني ثاني شيء على مود الخدمات وعلى مود الماء والكهرباء، ويعني هالأوضاع الأمنية بعد كافي حكي أحسن كافي. يعني صار هاي تابع جمعة وتشمات وحيلة العبادي. لغة بعض ذوي الاحتياجات الخاصة امتزج فيها العتب والانتقاد للمعنيين، تارة حين تعطلت الإصلاحات، وتارة أخرى حين غيبت ملامح ما يجب أن يصلح. أحزاب بوكتل سيطرت على ميزانية العراق وعلى قوة العراق، وهذه الأحزاب نهبت ميزانية العراق صار أكثر من 10 سنوات، وعلينا محاسبتهم وإحالتهم إلى المحاكم. وجود هذه الشريحة داخل التظاهرات ربما يعطي انطباعا آخر في وجوب التخلص على ما يبدو من فكرة الإعاقة السياسية أملا في إصلاح الواقع. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد. والله يعني حقيقة أحيي مصطفى ماهر وبعض المتظاهرين المعاقين جسديا حقيقة، لكن عقولهم حقيقة ما يصيبها العوق بالنهاية. هم يمتلكون إرادة عراقية، وهذه الإرادة العراقية هي بالنهاية إرادة حرة وتبحث عن ملجأ آمن للحياة في العراق. وأن تعطي صوتك اليوم وترفعه في ساحة التحرير هو لأجل أبنائك، لأجل أحفادك بالنهاية. يعني لا تفكر أنه تخشى دائما من أصوات البعض اللي تستمر بتخوينك بالنهاية. بالنهاية هذه أصوات يعني تحاول أن تعوض إفلاسها ويعني خسارتها للمنصب نتيجة الإصلاح، وتخشى أن المواطن بالنهاية قد يعلو صوته. ثانيا هو الوضع ما يساعدنا، يعني هو المواطن أيضا ملكوم، والمواطن أمام يعني مستقبل مجهول، والحكومة أيضا أمام مستقبل مجهول. تعرفون حضراتكم إحنا في بلد نعاني من أزمة اقتصادية غامضة، وهذه الأزمة الاقتصادية حقيقة الغامضة ناس تقول إحنا نعيش في حالة تقشف، في وضع التقشف المالي، والآخرين يصرحون بأنه لا، العراق يعيش مرحلة الإفلاس، مو الإفلاس السياسي، الإفلاس المالي، وما عندنا فلوس بالخزينة. وناس تقول لا والله أسعار النفط اللي هي المؤثر الأساسي والمسبب لما يحصل من أزمات مالية. قبل أيام السيد العبادي رئيس مجلس الوزراء في إحدى المحافل في بغداد صرح تصريح حقيقة مرعب ومخيف للغاية. يعني ما أعرف وسائل الإعلام ليش ما سلطت الضوء على هذا الاعتراف وعلى هذا الإدلاء اللي أدلى به السيد العبادي. السيد العبادي أشار إلى نقطة جوهرية مهمة،
كان في لحظة صراحة ولحظة جريئة أنا أعتبرها، وقال بالحرف الواحد النفط ما عاد يكفي أن يسدد أجور الشركات الخاصة، وأيضا تصدير النفط لوحده هو غير كافي لتوفير رواتب الموظفين وهو في التهاوي الكبير. بالنهاية هذا التصريح ما إجى عن فراغ حقيقة. خلونا نذهب إلى التصريح سيد العبادي نسمعه سوية ونشاهده، ونرجع بعد التصريح أيضا أن نذيع على حضراتكم أرقام الهواتف، هواتف البرنامج للمشاركة والاتصال في حلقة اليوم كمستمعين ومشاهدين لفضائية المدى. بإمكانكم طبعا إبداء الرأي والمداخلة فيما يتعلق بالأزمة والكارثة المالية اللي نواجهها، وحسب تصريح السيد العبادي أنه قد يكون في المستقبل القريب رواتب للموظفين ما عندنا، ما موجودة. خلنا نتابع تصريح السيد العبادي ونرجع. لدينا دولة فيها أكثر من 4 ملايين موظف، تقارن دول أخرى حتى دول مجاورة للعراق عدد نفوسها ربما مرتين ونصف، ضعفين ونصف من نفوس العراق، عدد موظفيها ربما نصف عدد موظفينا. عندما انهارت أسعار النفط بشكل كبير وإحنا اليوم موازنتنا بحدود 45% مما كانت عليه في السنة السابقة، هذا الهبوط الحاد في أسعار النفط وضعنا أمام اختبار صعب، وهو كيف يمكن أن نسير الدولة مع هذه الإيرادات الضعيفة جدا، خصوصا إذا عرفنا أن نسبة الرواتب والتقاعد إلى نسبة الإنفاق نسبة جدا عالية. سمعتم يبدو بوضوح مستمعينا ومشاهدين تصريح السيد العبادي. اسمحوا لي أن نذيع على حضراتكم أرقام الهواتف وبعدين نعلق ونعقب على الأزمة المالية اللي نواجهها. للمستمعين اللي يسمعوني عبر إذاعة المدى بالتردد 92.8 FM في بغداد وأربيل ودهوك، والتردد 104.5 في السليمانية، هواتف البرنامج طبعا متاحة لمداخلتكم واتصالاتكم وآرائكم حول الأزمة المالية اللي نواجهها، وهي أزمة غامضة إلى الآن ما نعرف أسبابها صراحة. بكل صراحة نتحدث، الحكومة تتحدث أنه إحنا نواجه تقشف مالي نتيجة تهاوي أسعار النفط، لكن التسريب ما يتسرب وما يترشح من مصادر طبعا أيضا مقربة من الحكومة تقول لها العراق أفلس ماليا وخزينة الدولة أصبحت يعني شبه خاوية من المال العراقي، وإلى الآن إحنا ما وصلنا إلى مرحلة الوضوح. وهسه نعم الله على الرجال، شكرا جزيلا للسيد العبادي انه وصل لهي المرحله من الجراه وقال انه النفط وارداته ما عادت تكفي لتسديد طبعا اجور الموظفين في المستقبل اذا بقى سعر النفط في هذا التهاوي المخيف. تدرون يعني العراق بدا يصدر النفط باعتقد 36 دولار او 38 دولار، اذا نزل ادنى من هذا السعر حقيقه اسعار النفط احنا نعيش في كارثه حقيقه ماليه. قد يكون موظف العراقي بدون راتب لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر، أنا ما جاي أبث إشاعة ولا جاي أخوف الناس، لكن حتى ما ينصدم المواطن في يوم الأزمة علينا أن نكون واضحين مع المستمعين والمشاهدين والمواطنين ونقول نعم نحن في مرحلة الأزمة، خلونا نتكاتف، خلونا نتعاون، خلونا نقرأ سوية المشهد الاقتصادي العراقي، شلون نتخلص من هذه الأزمة المالية الكارثية اللي تواجهنا كمواطنين سوية. هواتف البرنامج هي طبعا 0773 60 60 60 و 0787 77 4 35. هذه هواتف البرنامج للسادة والسيدات المستمعين، أما اللي يشاهدوني عبر فضائية المدى فهواتف البرنامج واضحة هي أسفل الشاشة، هي متاحة لمداخلاتكم واتصالاتكم فيما يتعلق بمواجهة العراق للتقشف الغامض أنا أسمي حقيقة، لأن لحد الآن نجهل مصير يعني مصدر هذا التقشف، هل هو فعلا انخفاض أسعار النفط أم فقدنا احتياطي العراق في الخزينة خزينة الدولة، يعني القاصة فلسنا خلصت فلوسنا بالقاصة بالنهاية. وخلونا نبحث عن المسببات الأساسية لهذا التقشف المالي والأزمة المالية اللي نمر بها كمواطنين. يعني احنا اذا نواجه مصير مجهول في قضيه اسعار النفط، الخطا خطا وارد نتيجه السياسات الاقتصاديه الفاشله بالنهايه،
من عام 2003 إلى عام 2015 ما قدرنا نفكر بترميم المصانع وإعادة تهيئتها للأيدي العاملة العراقية وإعادة تنشيطها. وخلونا أيضا نكون صريحين في هذا البرنامج مثل ما عودناكم دائما صراحة معهودة أيضا في حديثكم ينبغي أن تكونوا صريحين وفي حديثنا ينبغي أن نكون صريحين بما أننا نتحدث عن برنامج اسمه ناس وحكومة. خلونا لا نخشى الصراحة، ما عندنا مشكلة لأن إحنا لا ما جايين نكذب ولا جايين نتبلى ولا جايين نتهجم، إحنا جايين نقول يا مستمعين يا مشاهدين أيضا يا الحكومة اللي تسمعينا والشاهدين عبر المدى، هذه السياسة الخاطئة اللي اعتمدناها من عام 2003 إلى عام 2015 هي المسبب الأساس للأزمة اللي نعيشها اليوم كمواطنين. شنو هي السياسة الخاطئة؟ إحنا عندنا كانت مصانع، هذه المصانع الكبرى الضخمة اللي من ضمنها التصنيع العسكري، اللي من ضمنها مصانع الجلود، مصانع النسيج، مصانع التعليب، هذه كلها مصانع أيضا الصلب والحديد، مصانع البتروكيماويات، هذه كلها مصانع ضخمة، مصانع كبيرة كانت بإمكانها أن تشغل الأيدي العاملة العراقية وأيضا أن تعيد الإنتاج العراقي إلى عصر الازدهار. وخاف كنا نتحدث بذاك الوقت أنه هي كانت تشتغل في وضع الحصار وكانت أدواتها بسيطة ودائما نروح نلجأ إلى الصيانة والصيانة تحاول أن تحور المكينة في العراق. لا، كانت إحنا أمامنا فرصة كبيرة في عام 2003 هو انفتاح العراق على العالم الخارجي، وهذا الانفتاح بإمكانه كان أن يساعدنا كوزارة الصناعة كوزارة الإعمار والإسكان، كان بالإمكان أن يساعدنا هذا الانفتاح. طبعا صدام رحل والحقبة الصدامية غادرناها، فهذا الانفتاح كان بإمكانه أن يساعدنا أن نستورد مكائن حديثة، معدات حديثة، آلات ضخمة، لكن بالنهاية لجئنا أنه نستورد السايبة. لو نستورد الكالة مثلا، وطبعا الكالة هي مجموعة من الألبان، ونستورد اللبن السعودي ونستورد التمر الإيراني والتمر السعودي والخوخ والبرتقال المصري والعنب السوري، وقضينا عمرنا ما ناكل لا فاكهة عراقية ولا نصنع أداة من الأدوات العراقية. انتهى الموضوع. هذه السياسة الخاطئة الاقتصادية، بحيث أصبح المورد الأساسي للعراقيين هو النفط. ما يجي من النفط منه فلوس نخليه بجيبنا، شو نشتري بيه؟ نشتري بيه لو لبن مصري لو سعودي لو إيراني، نشتري بيه سيارة إيرانية، نشتري بيه سيارة صينية، نشتري بيه سلعة كهربائية صينية. والعراق مصانع مغبرة كاتلها التراب، والعامل مالتها قاعد بالبيت بمصنف موظف تمويل ذاتي وخطية عاطل عن عمل ما إلى راتب. خلونا نستلم. طبعا عندنا اتصال هاتفي من أبو هبة. حياك أبو هبة عيني من الديوانة. حياك الله يسلمك. احنا على خطاب السيد العبادي. ايه على خطاب السيد العبادي يقول فلوس ماكو وكذا ماكو. ايه هي هاي السياسة من وضعها. نعم هي هاي السياسة من وضعها، وغير هم اللي وضعوها، هم نفسهم نفس الحاشية نفس الوجوه نفس اللي اجوا ويا بريمر وقاعدين ويا بريمر ونفس الوجوه. زين 1000 مليار معقولة واحد ببيته، يعني بيته يعني بيته 100 دينار. نعم يصرف 100 دينار وسيئة 1000 مليار، يعني ما ضمت من عجن معقولة ما ضمت لك من عجن 250 إلى 1000 ريال. نعم زين يعني أنتم من النصب من النصب هاي الأشياء. زين من اللي حط الرواتب وحط رئيس الجمهورية إلى 100 مليون وهذاك إلى 500 مليون وهذا إلى 400 مليون. النفقات الكبيرة تقصد. نعم اكو مدى الحياة. نعم اكو مدى الحياة استوى العالم كله. نعم هذا التقاعد ماسك مدى الحياة او يعيش مدى الحياة ولا قاعد حتى قانون ربك ماكو مدى الحياة. زين حتى قانون ربك. زين قانون ما رب العالمين ماكو مدى الحياة. زين ابو هبة ابو هبة انا اود ان اسألك كمواطن حقيقة، احاول ان استطلع رأي الناس كمواطنين. انتم احنا مستقبلنا كمواطنين هسه غامض الاقتصادي، اكو تحذيرات ان الرواتب قد تكون ماكو لمده اشهر كبيره مثلا وقد نواجه ازمه. شنو نسوي بالضبط؟ شنو نلجئ؟ العراق العراق
هو ما اجته يعني موجه. ها. العراق ما اجته صحيح موجه بال91. نعم. وهجت الوادم وهم منهم هم منهم ليش اجوا؟ زين. منهم كانوا جوع واكو ناس جاعت وطلعت يعني. واحنا اكلنا الحفو هنا الحفو. من الصار خلي يسالون احنا ترى بال91 اول يقوم ثاني اخوي اللي دفع الثمن اول ما قمنا احنا ولزمنا السيطرات ولزمنا احنا قمنا ودافعنا وضربنا وقاتلنا واخوي هالتجهيز من قوي الجوادان بالمقابر الجماعيه بشنو عدل الله يرحمه الله يرحمه اخوي المدرس بشنو عدل زين عدل بشنو واحنا شاربين سنين ست سنوات او سنتين احنا شاربين نعم. يعني شاربين برا زين برا يعني بالمحافظات بكثر من محافظه لمحافظه وقاعدين من سواه ويوم هم خذوها على الحاضر ليش هم حتي لقيناهم وعجزنا وكيفنا وفرحنا وصفقنا قلنا احنا ننتخب بدلك ليش كان واحد من الناس احسن من الناس اسمه محمد باكر الحكيم وين خطب؟ ترى هنا بيتنا خطبوا بيتنا خطبوا بيتنا نعم وقطع الجرفه وخطبوا بيتنا يا اخي واضح نعم صحيح بعد هات هسه هذه الازمه شلون راح نواجه مثل هيك ازمه ابو هبه يعني هيك العوف شغلنا والعوف عملنا ما اعرف شلون نواجه الازمه تتواجه برواتبهم هم اللي شلون حطوا القوانين ما تكلم يجون يخونون القوانين هسه مالتهم زين احنا قوانيننا نلحق شيء ناس نقلص الموظف قوانين وبس زين حاسين بيها ورواتب عدله ورواتب واضح ابو والواتب عايشه وجمعانه زين والاستاذ يبني والماكين والموظفين ليش قلت لي خربطوها انا ايش خربطوها قاموا يصير الزاكا 10 ملايين وهذا 20 مليون وهذا 3 ملايين وهذا 50 مليون وذاك 500,000 طيب 50 زين 50,000 ابو هب ابو رعايه 50 أبو هبة أنا أشكرك على كرم الاتصال شكرا أبو هبة طبعا كان مفترض أنه عندنا أيضا اتصال هاتفي بسادة أعضاء اللجنة المالية النيابية على مود يكونون بدرجة عالية من الوضوح مع المشاهدين والمستمعين بالنهاية حسب ما أشر للمخرج الحلقة أنهم يكررون اعتذارهم هذا اللي مسافر على موعد مع السفر وهذا اللي عنده اجتماع بكتلته السياسية وهذه الأعذار دائما تتكرر حقيقة مع برنامجنا دائما ما نتصل بالمسؤول لهم ما اعرف انا اتصلت ما اعرف مسموح لي اتحدث باسم نائب بس دائما يعني كل ما اتصل بنائب من النواب اريد اضيف يقول لي والله انا صاعد بالطياره يعني هم يصعد بالطياره ما اعرف ليش عموما عندي اتصال مع من سعيد من بغداد حبيبي سعيد اسمعك انت على الهواء مباشره سعيد من بغداد الله يحفظك عيني تفضل سعيد هم نفسهم هم ايه ابو سعيد اتفضل عين ايه اخي هم احترفوا باخطائهم هم اللي قالوا هو صلاح المالكي وقال احنا كلنا اخطائنا هم باقيين مكلبين هم اللي ادوا البلد لهذا المشكله الكبيره زين يعني الى متى هم بالكرسي زين وهذه المشكله هسه احنا شئنا ما بين هي احنا مواجهتنا يعني بالنهايه اسعار النفط في الانخفاض وقد تكون هم بلاء على البلد وعلى الشعب هم البلاء زين انا ود ان اسالك سعيد كمبادره تحسن نيه من المواطن يقدر يعطينا مهله للحكومه مثلا لمده شهرين ثلاثة اشهر بلا راتب شوي بس نعيد الخزينه لوضعها نقدر لو ما نقدر سعيد لا طبعا ماكو شلون يصير يصبون عليه خلني نعيد بلا 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 راتب شوي نتعاون ويا ابو المولد نقول له يا بمشي لنا اياها شوي اعطينا فلوسنا ما ترهم صعبه جدا صعبه ها صعبه اخي هم باقوا المليارات يعني انت حتى النفط بال40 هو يعيش البلد بال40 دولار هو يعيش البلد نعم واضح انا اشكرك سعيد تحياتي لك وطبعا المشكله كبيره يبدو مشاهدينا ومستمعينا يعني الكل طبعا الان عندي اتصالين ما يعذرون الحكومه
في حال تهاوي أسعار النفط إلى دون ال 39 دولار للبرميل. يعني بالنهاية إحنا أمام مشكلة حقيقية، ما أعرف الحكومة إلمل تلجأ، بس أنا أمامي تصريح حقيقة من مصادر خاصة طبعا بداخل مجلس الوزراء تقول إنه الحكومة تفكر بوضع سلم رواتب جديد على أساس يلغي الفروقات في رواتب الموظفين. يعني ما أعرف إحنا من نحصر جدا هيك وشوية نقف في زاوية حرجة نروح نلجأ بالتفكير الصحيح؟ ما هو هذا التفكير المفروض يكون في عام 2004-2003 توحيد سلم الرواتب، وقلناها باستمرار من خلال برنامج ناس وحكومة، من كنا في الإذاعة ومن كنا في الفضائية، يا جماعة مو من الإنصاف، مو من العدالة، يعني مو من العدالة أن موظف بمهارة المهندس بشهادة الخبير يأخذ راتب في وزارة من الوزارات، وزارة الإعمار أو وزارة الصناعة أو وزارة الموارد المائية، يأخذ راتب 750 ألف دينار، بينما موظف ما حاصل على شهادة الابتدائية راتبه 2,000,000 في مكتب وزير أو رئيس مجلس وزراء أو في مثلا ديوان رئاسة الجمهورية أو في البرلمان. مو من الإنصاف يعني، والله ليش؟ والله هذا لأن جاي من الكتلة الفلانية وهذا مرشح لجماعة فلان اللي هو أقارب المسؤول الفلاني اللي يتولى هذا المنصب. هذا اللي حصلنا عليه تفاوت كبير في رواتب الموظفين، وإحنا أمام أزمة حقيقية قد ينفجر الشارع في كل لحظة من اللحظات اللي نعيشها ويطالب بحقه بكل الوسائل. يعني من حافظ عليه ذاك الوقت من نقول له سلمية من قنعه مع الأسف الشديد. عد اتصال من بابل. ها أبو أحمد من البصرة، حياك الله أبو أحمد. من البصرة حياك الله عيني أبو أحمد من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رأني بردك يا حبيب. تفضل عيني أبو أحمد. قلت ما خانك النين ولكنك اعتمدت الباب. زين. المحافظة ولدت مشكلة كبيرة. هاي الإدارة الشوفة الحاضر موجودة أنا أخذت الكفار نعم في المحافظات التنسية والمحاضرة والمسؤولية المحاضرة زين وكاي كان تتكفل سبنا الإدارة في مؤسسة الدولة على مدى العلاقات بحيث قبل كل الكفار تحكي لكي صراحة نعم الشيء الثاني والمهم الآن الدولة ما جاءت وقاد بالاتفاق ياكي وإنما جاءت وقاد بالتشتت والعلاقية شلون؟ يعني شوف مهندس على سبيل المهندس كهرباء أعطينا مدير ها لا يعني لا هي شنو الإدارة تنظيم توجيه اتخاذ قرار زين وتوثيق ورا قادر نعم هذه كلها هيك معلومة من المعلومة لأنه هسه الدولة في وقت الحرب وصل إدارة المؤسسات تحكمها العبثية طيب يحكمها عدم اتخاذ القدرة على اتخاذ القرار نعم يحكمها عدم قدرة على التنظيم زين مما أجاب التالي إلى سوء التخطيط اللي سبب الأساسي بالانهيار ومكان الدولة زين زين انتم ابو احمد ولو اني اعتذر على المقاطعه حقيقه انتم بالبصره يعني الان كيف تعيشون هذا الهاجس المالي بعد ما كنا نعيش من الهاجس الامني احنا امام هاجس مالي اسمعك ابو احمد تفضل استاذي عزيز الان الدوله جايه تعيش حاله غياب للتخطيط مالي يعني كل هذه المشاريع هاي مشاريع وهمية زين هاي مع بدل ما تقام على أساس التخطيط تقام على أساس التوريط ناس موظفين ومدير إدارات متورطة بعضها وبعض زين مؤدى بالتالي إلى نتيجة العلاقات نعم العلاقات لسه بالتالي إلى أنه شنو تسمي بشيء اسمه تستعني وتتعلم واضح فاهمك
وهذا إدارة متقدمة وإدارة متقدمة. إدارة تفتقر إلى الإدارة الحكيمة، إدارة الفاعلة، إدارة الكفوة. أنا أشكرك أبو أحمد من البصرة، حياك الله، شكرا لكرم الاتصال، تحياتنا لك ولأهلنا في محافظة البصرة الحبيبة. أبو تسليم وياي من بغداد، يبدو على الهاتف. أبو تسليم عيني تسمعني؟ نعم أسمعك. حياك الله عيني، أنت على الهواء مباشرة في برنامج ناس وحكومة. ومن قال ومن قال، وتحياتي الله يحفظك والأسم في البرنامج، تحياتي لكل المتابعين البرنامج. الله يحفظك ويرعاك عزيزي، تفضل أنت على الهواء. نعم الله يخليك. بالنسبة للأزمة يعني كان بالإمكان أنه يصير حله، المسؤولين العراقيين توفقوا بمد جسور رصينة وحقيقية مع المواطن. نعم. لكن للأسف يعني فجوة كبيرة بين الطرفين. والسبب انه المواطن ما تلمس منهم ولا استشعر شيء يطمنه لانه ممكن ينجح التعاون مع هذول المسؤولين او مع هاي الحكومات اللي توافدت علينا. زين. ف يعني المواطن كان مو تحت انظارهم للاسف، ولا كان على بالهم، دائما مثل منفي في حساباتهم وفي كل استراتيجياتهم. زين، بس تتفق ويا ان المواطن ايضا يعني هو كان متسبب في هذه الازمه الماليه؟ يعني مواطننا احنا العراقي ترى هم استهلاكي اكثر ما هو مواطن يفكر باداره استهلاك الموارد الماليه. يعني احنا مواطننا من عام 2003 فكر بان يحصل على وظيفه، والهم الاساسي للمواطن ان يحصل على فرصه عمل في دوائر الدوله، بينما احنا الى الان ما كنا شركاء فاعلين حقيقه كمواطنين في احياء القطاع الخاص مثلا، خصخصه السوق، بعض مفاصل الحياه الاخرى، ما عندنا هذه الثقافه، ثقافه ان نشتغل في مؤسسات خاصه، نكون مشاريع خاصه كمواطنين، نكون شركاء فاعلين في تاسيس شركات عملاقه، نعطي اسهمنا ونشغل اسهمنا فلوسنا مثل ما اشتغلها المواطن المصري في افتتاح ميناء سيناء الثاني اللي فتحها السيسي بالايام الاخيره. نعم. يعني اي ف نعم. احنا مو شركاء ايضا. نعم اكيد ان دور، لكن الدور الاكبر هو يبقى الحكومه. بالنسبه للمواطن كان يلهث وراء الوظيفه لانه بها ضمان تقاعد ماده، يمكن يعتبر فرص نجاحها وفرص رخاء تكون يعني قليلة، لا يعتمد على القطاع الخاص بالنسبة له، يعني يمكن قلة خبرته أو ما يقدر يغامر ما عنده من مبلغ معين. نعم. هالشكل. نعم. نعم. أي بس إحنا لازم راح تلجأ للحكومة. نعم. أنا أتوقع يعني أتوقع الحل اللي راح تلجأ له هو موضوع القروض. وهذا في الأمر يعني بائس، يعني إيه بس هذا ما يطمننا، إيه يعني هو مضطر أن تلجأ إلى هذا الخيار، بس هذا الخيار مر بالنهاية، يعني هو خيار صعب علينا. تحمل تبعيات المواطن مثل ما تحملنا تبعيات غلاء البنزين وفرض ضرائب وإلى آخره، يعني كارثة. مشكلة هي، بس أنا أبشرهم وأقول لهم العدد صحة التحرير راح يزيد ذاك الوقت. راح يشوفون اتوقع هالشكل. انا اشكرك ابو تسليم من بغداد، حياك الله، شكرا لكرم اتصالك من بغداد. كان معنا ابو تسليم، وحقيقه اشار ابو تسليم الى نقطه مهمه وجوهريه للغايه طبعا، وكل المستمعين والمتصلين طبعا متفقين على ان الحكومه هي من تتحمل العبء الاكبر في الكارثه الماليه اللي قد تواجهنا في المستقبل القريب، في المنظور القريب. احنا نتحدث يعني امام ما اعرف امام اشهر، يعني بعض الاخبار تتحدث انه قد اذا ما تسارع الحكومه في يعني في وضع سلم رواتب جديد للموظفين فهي تواجه كارثه بعد شهر او شهرين. بالنهايه ما عندها فلوس تقدر توفر اموال للموظفين في الدوله. هسه احنا ما نريد نخوفكم مستمعينا ونخليكم قلقين، بس بالنهايه علينا ان نفكر، كان يفترض بنا ان نفكر بالبدائل. يعني احنا عندنا مصانع، كيف نحييها؟ كيف نكون شركاء؟ وكان يفترض ايضا بالحكومه ان تمارس هذا الدور، دور التثقيف، تثقيف المواطن. والمواطن ايضا يعني لديه يعني على الاقل حساسيه مفرطه من القطاع الخاص، دائما يفكر المواطن ان القطاع الخاص اذا دخل في خصخصه مثلا قطاع الكهرباء
ها والله الكهرباء راح تزيد فاتورتها. لا، هي الفاتورة ما راح تزيد، هي الفاتورة راح تكون طبيعية بالنسبة للكهرباء إذا كانت الكهرباء خدمتها 24 ساعة، وراح تكون طبيعية بالنسبة للكهرباء في باقي بلدان المنطقة. يعني أنت ما متجاوز على سقف الأسعار للمنطقة بالنهاية. هسه إذا دخل بها التلاعب والابتزاز وكشركات خاصة محتكريها بعض الأطراف السياسية، هذا الأمر ما ننفيه، هذا الأمر غير مستبعد. وبالنهاية هو طبعا القطاع الخاص أيضا ما ممنوح لكل شركة خاصة وشركة مستقلة ورؤساء الأموال الحقيقيين. هم من المؤسف جدا أن نتحدث بهذه الطريقة، يعني حتى الخصخصة والاستثمار أيضا تم احتكاره من قبل أطراف محددة، وأصبح المقاول اللي يمتلك المال والنفوذ السياسي ويدعم الكتلة المستأثرة بالسلطة والمتسلطة هو المقاول الأساس، وهو اللي يمتلك الخصخصة الأكيدة والخصخصة الموجودة في الشارع العراقي، وتمنح إلى كل ما يريد بالنهاية، حتى تباع إلى العاصمة بغداد تباع إلى. والله لأن شنو؟ لأن هو بفلوسه بأمواله يدعم الكتلة الكبيرة والكتلة اللي ينبثق منها مثلا رئيس مجلس وزراء أو وزير. وشاهدنا عندنا أمثلة كبيرة عن المقاولين الفاسدين والأموال، رؤساء الأموال حقيقة المتاجرين بأرواح ودماء العراقيين وأموالهم. أبو محمد الماجد ويانا؟ ألو؟ أبو محمد وياي عيني؟ محمد. محمد الماجدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من بغداد مو محمد؟ من بغداد؟ من بغداد نعم. حياك الله، أنت على الهواء مباشرة عيني، تفضل. الله يسلمك أغاتي. يعني ذيك ساعة قلت جملة فتشي يعني إنه المواطن أي شلون راح يسالم الدولة اتخذت هذه الأزمة للنفط. أي نعم، هو هذا السؤال اللي نوجهه. زين، الدولة يعني دائما تذكر المواطن المواطن المواطن. زين، إيش قد يتحمل المواطن العراقي هذه المسائل؟ نعم. زين، المسؤول يقدر يتخلى عن راتبه مثلا؟ هو هذا المشاكل اللي إحنا فيها مثلا أنت عندك ال آسيا فيها انفرضت يعني حكومة فرضت لها ضريبة أو شركات الاتصال عموما ما نقدر نحدد شركات الاتصال تفرض ضرائب على شركات الاتصال، شركات الاتصال ما تقدر إنه يعني تنقل من ضريبة، تحملت المواطن هذا الشيء أو حقها مين حق؟ صوت على قانون نعم فرض يعني على أجور التاكسي أو فتشي على يعني سائقي سيارات أو فتشي أجور أي فرضت يعني يمكن الخميس جلسة الخميس اللي انعقدت طيب فرض ضرائب على التاكسي مثلا اذا انفرضت على الضريبه على هذا او التاكسي هذا راح يحملك أبو يحمل المواطن هذه التكلفه اكو هيك معلومه يعني ابو التاكسي نفرض ها تقصد مو ضريبه تقصد رسوم الشارع رسوم الشارع رسوم الشارع ها مو ضريبه يعني بلط الشارع اي 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 صحيح 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 التاكسي راح يجيبه راح يجيبه من المواطن اي فهذه كل المكزيم لود اللي يصير كله عن المواطن صحيح فعلا البرميل ايش قد صارت 36 دولار وبيش البرميل يقولون ب 38 دنبيعه 38 قسم 38 دولار على ال 150 لتر او 200 لتر هو البرميل اي قسم شوف المي يطلع اغلى من اللتر المي النفط المي اغلى صحيح زين قسم هذا البرميل تقصد المي اللي نشتريه من خام الى مستهلك يعني الاستهلاك للمواد اللي يعني تشتق منه اي 25 دولار نعم 38 راح 40 عم هاي دولارين لك زين 40 و 25 65 قسمها اللتر زين ب 950 المحسن اهم صح واليوم بالديوانيه صار ب 2000 غلقت المحطاتك ومحطات غلقت بالديوانيه نعم اي صحيح وصل ل 2000 لتر نعم فقلت له شو بعدنا احنا 900 و1000 ويلا روح ادفع المواطن العراقي سلم رواتب انت تقول سلم رواتب 700,000 مهندس ومحامي نعم وسيلك الله يعني بكالوريوس 70 وماريه اي او بكالوريوس عموما يعني زين بكالوريوس في دائره معينه يستلم 419 زائدا شنو يعني ال 419 الفاينل يعني مالته نعم انا داعش لا يسكر صحيح 107,000 محمد احنا اللي 40,000 يا مسؤول يرضى 400,000 صحيح محمد احنا نحكي على شريحة المتعينين اكو موظفين بكالوريوس وماجستير هم اجراء يوميا طبعا انطيني موظف ما جاي يشتغل بشغله ثانيه خلني هسه الموظف يكابرني بالناني
هسه برنامجكم هذا الفاضل. نعم. خلي القاضي موظف يقول انا اكتفيت 700 800 ألف. والله خطيه القاضي من الحظين ما اخذ له سايبه ويطقطق بيه. القاضي ال 400 بالمولد اللي المفروض يتحدد للاطفال هاي بالصيد. مورده قامت متكف يزيد عليه بوخه. نعم. يتحدد في 10 امبيرات هاي راحت 700 ألف امبير على 10000 يوم تقلب عليكم المولد وسوى الامبير ب 15 ألف. يجيك الليلي. أنا حقيقة محمد أنا أشكر كرم اتصالك حقيقة، تحياتي إليك وإلى أهلنا في الديوانية، شكرا جزيلا طبعا إليك محمد، تحياتي لك. طبعا مشاهدينا ومستمعينا خلونا نشاهد استطلاع عدى زميلنا في الأيام السابقة عن شريحة الموظفين طبعا في التمويل الذاتي والأزمة المالية كيف يواجهوها ومصانعهم معطلة بالنهاية، ونخاطب باستمرار الحكومة والمعنيين بإدارة الملف الاقتصادي بالبلد. يا جماعة هذه مصانعنا، أنتم تبحثون عن جدوى اقتصادية، هذه مصانعنا، أروح أجيب لها آلات ومعدات حديثة، هسه ما تقدرون، هسه ما عندي مشكلة، تقدرون تخصخصوها بس خصخصوها بإنصاف، الخصخصة تكون بضمير، مو أعطي مشروع كبير بحجم مصنع تعليب كربلاء خصخصة إلى مقاول فاسد بالنهاية ومتهم بفساد المالي وهدر المال العام. أعطيها لشركات رصينة أجنبية عراقية ماكو مشكلة، بس أفرض عليها ضمانات، من ضمن الضمانات تحديد أجور العاملين، تحديد الكمية للموظفين اللي يعملون فيها، وتحديد الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وحتى الراتب التقاعد. خلونا نشوف استطلاع أعد زميلنا سرمد القيس قبل أيام. سنسلط الضوء اليوم على ملف مهم وحساس، ملف يتعلق بمعيشة المواطن البسيط. نلاحظ في الآونة الأخيرة تأخر صرف رواتب بعض الوزارات لبعض موظفيها ذات التمويل الذاتي. هذا التأخر ما هي أسبابه وما هي انعكاساته على معيشة هؤلاء الموظفين الذين يعتمدون بصورة كلية على هذا الراتب؟ خلينا نروح وياكم إلى استطلاعات بعض المواطنين وبعض المحللين الاقتصاديين. يا أخي التقشف بالعراق بس على الموظف البسيط، تأخير الرواتب بالنسبة للموظفين ده يأثر على حالتهم المعيشية. الموظف يدفع مولده، يدفع إيجار بيت، أغلبهم الناس يعانون من أزمة السكن وإيجار. وأنا ملاحظ بدوائر الدولة يعني من درجة مدير عام وفوق أي تقشف ما عليه، بالإضافة لأنه مستفاد زين، والتقشف أصاب الموظف البسيط والإنسان البسيط، ولن يصب أي مسؤول بالدولة أو عضو برلمان أو الحكومة. أولاً بالنسبة إلى قضية التقشف اللي حصلت عام 2015، نحن الآن في عام 2015، هي نتيجة للاقتصاد اللي انهار بسبب مشاكل السياسيين بصراحة، يعني لأنه السياسيين إذا ما اتفقوا على موضوع باتخاذ قرار بالاقتصاد العراقي فإن الاقتصاد العراقي مدمور. تأكيد أنت تعلم يعني كل موظفي الدولة أو أغلب أبناء الشعب العراقي يعتمد على الراتب الذي يتقاضاه، ولا يوجد لديه فائضة وادخارات في ظل الغلاء اللي يعيشه البلد، وعليه هذا يعتبر تقصير من قبل الدائرة التي يعمل فيها في تسديد الرواتب. نعم أن الحكومة تمر بضائقة اقتصادية كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وانخفاض الدخل، هذا من الأخطاء التراكمية اللي حدثت عبر الدورات السابقة والحكومات السابقة، اعتمدت على الريع النفطي، وعندما كانت الدخول مرتفعة أبثت بهذا الريع ولم تحتاط لاتخاذ ادخارات كبيرة واستثمارات أخرى من قطاعات إنتاجية زراعية صناعية سياحية خدمات أو أن تخلق دخول أخرى، وهذا أدى إلى النتيجة التي نمر بها رغم التنبيه الكبير من الاقتصاديين إلى أن الاعتماد على الريع النفطي يعرض البلد إلى أزمات. كان هناك مقترحات من صندوق النقد الدولي أنه في عام 2011 و12 كان هناك فوائض بالموازنات 20 مليار أو أكثر في كل سنة. طبعا شكرا لزميل سرمد القيسي. بالنهاية المواطن حذر وخائف حقيقة على أمواله وخائف من راتبه، هالمرة خاف راتبه يتعطل لمدة شهر أو شهرين،
والمتضرر الأخير والنهاية هو نفس المواطن. يعني شريحة الموظفين حقيقة شريحة قلقة للغاية، قد نعطيهم راتب لمدة شهر شهرين مش بيهم حالهم بالنهاية، بس هو قلق بالنهاية، يطالب الحكومة بخطوات أكثر جرأة وأكثر شجاعة وأكثر صرامة فيما يتعلق بتحديد الإنفاق العام للدولة. طبعا بإمكان السلطات الاتحادية الحكومة أن تحدد سلم جديد للرواتب، توحد رواتب الموظفين، وبالنهاية أيضا تقييم النفقات الحكومية، المؤسسات الحكومية اللي ما عندها مشاريع واللي أيضا مترهلة مثلا بالموظفين بالأعداد الكبيرة للموظفين. خلونا نعمل شوي، نكون يعني نشتغل على مبدأ المكاشفة والمصارحة. مستمعينا ومشاهدينا، مو عيب أعتقد من نكاشف الموظف اللي قاعد في قسم مثلا هو يستوعب 4 موظفين ونلقى لنا 20 موظف قاعدين في هذا القسم. تعالي ال20 موظف، انتوا من جهتكم من يعينكم؟ وفق اي اسس تعينتوا في هذه الدائره؟ عندكم شو اسمه شهاده خبره؟ عندكم كفاءه؟ عندكم تحصيل علمي؟ من اللي جابكم الى الوزاره؟ من اللي دخلكم الى الشركه؟ هذا مو موقعكم، هذا موقع غيركم، هذا مو استحقاقكم، استحقاق غيركم، استحقاق اللي عنده شهاده، اللي عنده تحصيل علمي. ومن ثم ثقافه الوظيفه ايضا ثقافه غير مجديه. في بلدان المتطورة المتقدمة دائما الشاب من يحصل على شهادة علمية رصينة يظل يستمر بالبحث عن التحصيل العلمي، ومن يستمر بالبحث عن هذا التحصيل العلمي يبحث عن أدوات علمية تؤهله إلى تكريس ما تعلمه من مراحل التعليم في الواقع، وبعدين يفكر بصناعة مشروع خاص أو أن يكون مساهم في مشروع من المشاريع الخاصة للشركات الكبرى الخاصة ويكون جزء من هذه الشركات وهذا الستاف، أيضا يمتلك الخبرة، وبعد ما يمتلك الخبرة قد يكون يسافر وأيضا يجمع خبرة أخرى جديدة ويرجع إلى بلاده ويفكر بقيادة ويكون رائد من رواد المشاريع الخاصة في المجتمع العراقي. في الختام طبعا الوقت داهمنا، وأيضا ضيوفنا اعتذروا عن الحضور للاستوديو برنامج، واعتذروا طبعا أيضا أن يكونوا عبر الفونو، قلنا أعدادهم تتكرر باستمرار، لو صاعد بالطيارة، لو في المطار، لو عند اجتماع بالمكتب السياسي، لو هي سياسية يا ريت يروح المسرحية، إذا بهالمستوى هو يروح المسرحية ما عنده أي مشكلة. عموما مشاهدي ومستمعين، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم حمد السيد، ألتقيكم غدا أن بقينا وبقية الحياة، في أمان الله.